وينضم إلينا عبر الهاتف من لندن الإعلامي والمحلل السياسي يسري حسين. سيد يسري، مساء الخير. وبداية، يعني في إصرار على ممارسة سياسة القتل والاعتقالات لمواجهة الاحتجاجات التي تملأ شوارع المدن الإيرانية، هنالك مقتل معتقل في سجون نظام طهران. باعتقادك إلى أين سيقود هذا النهج القمعي للنظام الإيراني؟ بالتأكيد النظام ليس لديه أي وسيلة أخرى سوى ما يمارسه من قمع، لأن الاحتجاج الذي حدث في أغلب المدن الإيرانية هو تعبير عن فشل واضح لهذا النظام الذي استمر فعلا يستند إلى أدوات القمع وأدوات حرمان ديمقراطي كامل للشعب الإيراني، وأيضا تطبيق سياسات تتسم بالشدة وبالعنف، وأيضا التدخل المباشر في دول الجوار. والاحتجاجات الإيرانية عبرت عن احتجاج واضح ضد السياسة الخارجية التي تورط الشعب الإيراني في صراعات في الخارج ومحاولة هز الاستقرار في دول الجوار بدعوى تصدير الثورة، لكن هذا انعكس على الشعب الإيراني وعلى مستوياته المعيشية التي فعلا تدنت للغاية، كما أن الأداء الديمقراطي وصل إلى نقطة الصفر، حيث أن كل القوى الوطنية والأحزاب التي كانت نشطة قبل وصول هذا النظام فعلا عانت من الانكماش والتضاؤل والغياب، ولم يصبح هي على الساحة سوى الصوت الذي يعبر عن النظام فقط دون أي وجود للتنظيمات الشعبية والخيار الديمقراطي الآخر الذي يعبر عن حياة مدنية إيرانية تم وأدها بسبب شعارات متطرفة هدفها تصدير الثورة وهدفها تصدير هذا القلق إلى دول الجوار التي كانت تنعم فعلا بالاستقرار قبل وصول هذا النظام إلى الحكم في طهران. فالمشكلة في إيران إنهم لا يريدون الاستجابة لهذا الصوت، ويستجيبون له بالقمع وبالعنف وبالتعذيب وبقمع المظاهرات. وأيضا نتيجة أن الإعلام الموالي لهذا النظام، خصوصا إعلام قطر، لا يذكر شيئا على الإطلاق مما يحدث في إيران، كأنه غائب تماما عن تلك الصورة. بينما إذا حدث أن خرج متظاهر واحد فقط في القاهرة يحتل يعني الأخبار والنشرات الأولى في الإعلام القطري. فتلك الحالة من النفاق تؤكد أن هناك حالة من التوتر داخل إيران، ورغم أن الاتجاه الإصلاحي يحاول أنه يؤيد تلك المظاهرات ويطالب بتغيير ما، لكن القيادة العليا التي تتحكم في البلاد عن طريق المرشد العام رفضت تلك الاحتجاجات وقطعها بالعمالة وأدانتها ومارست العنف أيضا والاضطهاد لها. نعم، من لندن كنت معنا الإعلامي والمحلل السياسي يسري حسين، شكرا جزيلا لك.